لبلديه، ولكن الخطه الجديده تحتاج الى وقت. مين معانا يا شباب؟ كابتن عبد الباقي جمال مدرب وادي دجله. السلام عليكم يا كابتن عبد الباقي. وعليكم السلام يا كابتن. ازي حضرتك كابتن عبد الباقي؟ الحمد لله. ازي حضرتك كابتن؟ لعلك بخير يا كابتن. بخير الحمد لله يا ربنا يخليك. يعني المهندس ماجد سامي اكد معايا عبر الهاتف ان لا نيه بالمره لما يتردد بشان اي تغيير في الجهاز الفني، وان الدنيا مستقره. ولكن قول لي، يعني انتوا بتلعبوا كره حلوه، والراجل المدير الفني اليوناني الكل بيشيد بيه وبيشيد بشغلكم، ولكن الاخطاء الدفاعيه ثلاث مباريات ورا بعض بتتكرر بشكل ساذج يا كابتن عبد الباقي. والله بس الموضوع ان احنا بنلعب بشكل زي ما حضرتك قلت، بشكل جديد، بطريقه جديده. مش فرق كتير حتى على مستوى العالم بتلعب بالشكل ده. يعني حضرتك مثلا في مانشستر سيتي، في مثلا برشلونه، كان في نابولي السنه اللي فاتت. السنه دي تشيلسي مثلا بيحاولوا يغيروا الطريقه مع ساري المدرب بتاعهم الجديد اللي كان ماسك نابولي. فالطريقه دي طبعا احنا عندنا لعيبه صغيرين، يعني احنا بنعتمد اكثر نادي عنده متوسط اعمار، اقل متوسط اعمار في الدوري كله وادي دجله. الحاجه الثانيه ان احنا يعني بنعتمد على اولاد النادي، وان الطريقه جديده مع لعيبه صغيرين، والطريقه دي محتاجه وقت. يعني دي اصعب حاجه في الكوره اللي احنا الطريقه اللي احنا بنحاول نلعب بيها. بس ليه اتغير؟ يعني في مدربين كتير جدا جوه مصر ليهم بصمات كبطولات، خدوا بطولات لكن ما علموش في الكوره المصريه غير ناس بسيطه جدا، مثلا هيليكوتي، رايسه، دول غيروا طرق لعبه وغيروا مفاهيم. يعني مصر كلها بتهاجم مستر كوبر على طريقة لعبه، احنا بنشتغل بالنقيض تماما، شكل مختلف. انا شايف ان الراجل ده يبقى يعني هيفتح المجال، او هيبقى مدرسه جديده هتنقل الكوره المصريه في حته ثانيه، بس محتاجين وقت. انا شفت ماتش تشيلسي مع سيتي، لعيبه تشيلسي طبعا بعد الماتش خسرانين 2-0 وبيتكلموا في نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. يعني بنتكلم على لعيبه تشيلسي اعلى كواليتي في العالم ومتكلم لعيبه على مستوى العالم، بيتكلموا ان الطريقه محتاجه وقت ومحتاجه صبر. يعني قله خبره مع طريقه جديده. الراجل احنا برضه من الفرق اللي بدات متاخر، يعني احنا مثلا بتروجيت بدا عندنا بحوالي 3 اسابيع مع لعيبه، وكانت الفرق دي احنا مش غريبه طبعا عن الدوري المصري، لعيبه فيها برضه عندها سبيس بيكري، لعيب خبره عندهم، رؤوف خبره عندهم، لعيبه كتير خبرات. احنا المجموعه اللي عملنا اللي حضرتك عليها دي، لكن احنا رغم كده بيبقى لينا فرص، ولو عارف شفت الفرص بتاعتنا هتلاقيها كلها احنا اللي خلق. يعني فرص بدأ من عبد المنصف لحد ما بنوصل للكوره لاخر جزء. في بدلك شويه يعني حظنا وحش ان احنا قبل لما تيجي تبقى صفر لنا فرصتين حقيقيين، واحده سيد سالم عملها بالعرض دي حقيقه عدت منه، في واحده لابراهيمه لغايه انفراد تقريبا من 40 متر. فيعني انا شايف ان احنا الموضوع بالنسبه لنا مساله وقت، وان اللعيبه بس ثقتها تفضل، يعني الاعلام بس يساندنا والناس يعني يبقى تظهر علينا بس شويه وعلى اللعيبه. لكن احنا طب انتوا عندكم كابتن عبد الباقي عندكم ماتش شرس امام الاهلي اللي جاي، يعني الله يكون في عونكم. ماتش طبعا الاهلي فرقه كبيره ونادي محترم، بس احنا يعني مش هنغير كورتنا، لينا سيستم ولينا طريقه الراجل بيمرن اللعيبه عليها وهو راجل مقتنع بيها. وانا بتقلي ان دلوقتي اللعيبه فلسفه الراجل وصل للعيبه، واللعيبه مؤمنه بطريقه اللعب دي. فان شاء الله احنا محتاجين وقت، وانا يعني انا متاكد ان احنا باذن الله نبقى احسن فرقه كوره بتقدم كوره ممتعه للناس، يعني احنا من اكثر فرقه الناس حابه تتفرج عليها باذن الله. ربنا يوفقكم. صبر ووقت. ربنا يوفقكم يا كابتن عبد الباقي. وعايز اقول لحضرتك يعني اكيد الوقت كفيل بمعالجه الاخطاء، ولكن كل ما نخشاه ان ياتي الوقت متاخرا ويعاني دجله كمعانا الموسم الماضي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الباقي جمال المدرب العام لنادي وادي دجله.